بعد قفل حسابي في الفيسبوك ما بقدرش اقول اللي حسبي الله ونعم الوكيل اللي اخترق الفيسبوك بتاعي وقفل حسابي، بس انا هحاول ارجعه تاني وباذن الله هيرجع تاني، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من حاول ويقفل حسابي في الفيسبوك. الجماعه اللي متابعيني معلش الحساب بتاع الفيسبوك اتسرق مني حالا ومش عارف ادخل عليه، وانا وصلت اداره الفيسبوك ان شاء الله هيرجع لي تاني قبل خلال 24 ساعه، ونحاول نكون متواجدين معاكم على الفيسبوك. ما اقدرش اقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللي دخل واخترق حسابي هيستفاد ايه ما اعرفش، والاذان بيدن وحسبي الله ونعم الوكيل، اللي دخل واخترق حسابي وسرقه منه لله وربنا هيجيب لي حق ان شاء الله، وانا عارف اللي فيه مش عارف اي سبب يعني اللي خلاه يسرق الحساب، هيستفاد ايه لما يسرقه، هيستفاد ايه لما يعمل كده، مانيش فاهم. الا اقول حسبي الله ونعم الوكيل والاذان بيدن، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.